بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله الصادق الأمين. ثم أما بعد، القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المتحدي بأقصر صورة منه، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور. هذا القرآن هو الكتاب المبين، وهو المعجزة الخالدة الباقية المستمرة على تعاقب الأزمان والدهور إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو حبل الله المتين والصراط المستقيم والنور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعي إليه فقد هدي إلى الصراط المستقيم. فضل تلاوة القرآن الكريم، يستحب للمسلم أن يداوم على تلاوة القرآن الكريم والإكثار منها، وهو بذلك يتبع سنة جليلة من سنن الإسلام. وقد بيّن الله سبحانه ورسوله الكريم فضل تلاوة القرآن، قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم. ويذكر من فضائل تلاوة القرآن الكريم ما يأتي: تحصيل الحسنات وسبب لنيل الأجر العظيم. فمن قرأ حرفا من كتاب الله كانت له به 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء. تنزيل السكينة على قارئ القرآن فتطمئن نفسه وتخشع. علو شأن قارئ القرآن ونيله المكانة العالية الرفيعة التي لا تعطى لغيره. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.